هو ابوك ما جاش ليه لحد دلوقتي؟ تلاقيه بيفصل في الكفالة. ميدو. نعم. الراجل اللي هناك ده قاعد مركز معانا كده ليه؟ ماكش دعوة بيه، اعمل نفسك مش شايفه. المهم هو ما شفناش. ايه ايه ايه؟ لا يا باشا العفو، بنفسك سيادتك، سيادتك بتسرق لي بنفسك كده؟ ما يصحش يا باشا. لا لا طب اساعد حضرتك يعني. ماشي ماشي يا عزوز. موضوع هو اخرس ولا ايه؟ مش عارف. ماشي وماله وماله برضه وماله، مقاس سيادتك يعني مش كبير شويه على ال... وماله برضه. حاضر ما حصلش اي حاجه. حاضر. هو العزوز ايوه تفتكر هيسرقها ولا بيجربها؟ ده ولا حرامي ولا ايه؟ لا بيجربها بيجربها. ماشي هديها لك، ما تخافش يعني، ما تغلاش عليك. وخد البنطلون كمان. يا ميدو بنطلون ايه؟ هيبقى طقم شيك يا عزوز، اسمع الكلام. يا ميدو بقول لك ايه؟ هيبقى حلو عليك. انا يا ميدو كنت لحقت نفسي يا عزوز. الحقونا. الو يا ميدو، عايز جزمه واجيلك على الاسم. أنا اسم المرة دي؟ طيب هاجي لك حالا، نص ساعة بالظبط. جزمة؟ ايه الاستباحة الغريبة دي؟ بابا ايه احنا متراقبين من ساعة ما خرجنا من القسم والعربية دي ماشية قدامنا. بص يا ابو هتغرمي عيني. عربية ايه دي اللي هتعرفنا السكة؟ وبعدين ادفع لاخوك كفاله 200 جنيه ليه؟ يا ناس ما حدش ياخد ميدو ابني ويديني بداله مروحه. ما تديها تالت يا عم. ما فيهاش تالت. طب اديها التاني. ما فيهاش تاني ولا تالت. اديها الرابع. ما فيهاش رابع. استغفر الله العظيم. هو انا بقول لك اديها كاس خمره؟ لا فيها تاني ولا تالت ولا رابع. امال فيها ايه؟ فيها بنزين. زوز ايه؟ اعمل حسابك انا حاجه بات عندكم النهارده. ايه يا ميدو انت كده هتحطني في مأزق. وانا جاي اخد قرض بصراحه كده يا ميدو. امي ما بتحبكش. ايه وايه المفاجاه في كده؟ هو في حد بيحبك في مصر غيري؟ بس ماشي ماشي عزوز خلاص. ما تزعلش يا ميدو، احنا ما عندناش الا سرير واحد وبنام عليه انا وامي. يعني انت عايز تيجي تنام في الوسط؟ نام انت في الوسط وانام انا على الطرف. يا ميدو انت جاي تلخبط لنا السرير. خلاص عزوز خلاص خلاص. الحمد لله ورمز جه اهو. ازيك يا رمزي؟ ربنا يخليك، بس شكلها كبير شويه. ليه انت بتلبس مقاس كام؟ 39 اسود و42 لو بني. يا عم هتمشي. حابب اعرفكم شاري خطيبتي واحتمال نسيب بعض بكره. وبكره ليه؟ ما دلوقتي احسن. ليه يا رمزي كده؟ ليه كده؟ يا عم سيبها تروح لصاحب نصيبها. مش هنروح المعهد؟ هنروح دلوقتي، بس عايزين نوصل عزوز في طريقنا واحنا ماشيين. ها عايزنا نروح بلبس البليه ده يا ميدو؟ يا عزوز انا علمك بقى انا مش داخل الشارع لوحدي طول ما ابوك لسه ساكن فيه. يا عزوز ده انا لسه عايزك تجيب لي موتوسيكل على المعهد عشان عندي شغل بعد الظهر. يعني انا اروح اتورط مع ابوك وانت تروح تروش وتسيبوا بنات انت واصحابك؟ يا عم مين اللي قال لك كده؟ ده احنا عندنا امتحان والله. خلي الامتحان ده بعدين. هو مين الكابتن اللي واخد رصاصه في صدره ده؟ اخوك الشهيد عزوز صاحبي، واحتمال نسيب بعض بكره. وليه بكره؟ ما دلوقتي احسن. اوعى ميدو. خد يا كابتن. يا كابتن سيبك منه، خليه يروح لصاحب نصيبه. بقول لك ايه؟ معلش انا حاجه بات عندك النهارده. ها بيتك ومطرحك اخويا. اطلع بقى بصينيه الشاي اللي احنا راكبينها دي. بس والله وانت بقول لك ايه، تعالى بقى انجش بقى احسن بقى عشان كده نعمل فيلم تايتانيك وبتاع. خدي بس اقول ايه يا ست في ايه؟ ايه علينا ميدو وحشتني. اهلا اهلا بعالم سمسم. معاك ربنا. اخويا رمزي وحشتني ده بقى مرة اتنين اللي انت كنت لسه بتطحني فيهم من شوية. طب كنت فين امبارح؟
ايدك ايدك والشحم، وبلاش الدخلات الناعمه دي، انا لسه طالع من الحبس. طب اتفضل تعالى فك معايا وش سلندر. وش سلندر ايه؟ عندنا امتحان جوه. والعربيه؟ عربيه ايه وبتاعي؟ ماشي لو قلت كده كاسفني. ايه الكاسفه في وش السلندر يعني؟ ده وش سلندر، بقولك عندنا امتحان. طب غور بقى. النهارده الامتحان الشفوي، كل فني فيكم قدامه التلفزيون. التلفزيون ده فيه عطل، لازم تتعرف على العطل بنفسك وتصلحه وتنظفه. عايز مهاره في الفتح، سرعه في التصليح، جوده في التقفيل، فتنس في التنفيض. اي فني هيعمل اي مخالفه هكلبش له تلفزيونه. قدامكم 35 دقيقه وحلم التلفزيونات عشان تتصحح. فاهمين؟ فاهمين. دور. ليلى، ليلى معاكي مفك صليبه. بتقول ايه؟ ها 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 ليه؟ بيقول لي عاكي مفك صليبه. بصي في التلفزيون بتاعك بدل ما طلعت بره. بصي وانت يا استاذ هتلبسك التلفزيون في البلطو بتاعك. في فني من غير عده، في جندي من غير سلاح. هسه سمحت. اسف ايه وبتاع ايه؟ لازم العده. قال له يبص في الجهاز بتاعه. قال له معايا طقم مفكات تايواني عليه مشترك هديه 50 جنيه. ماشي شاريه من عند مشمش اللي فرش بره. ده انا اللي باعهم له. بكام؟ 25 جنيه. تشيل ب 15 اخر يعني كف كده في اللجنه دي وممكن اسيبها لك واخلع. اقعد اقعد اربيك كف. اقعد رموزه رموزه. كلمت لي بابي؟ كلمته. طبعا اعتبر نفسك اشتغلت وبتقبض كمان. انا يشرفني ان اشتغل عند اكبر مستوى تعجيز كهربية في البلد، وعلى فكرة هيستفيد بخبرتي كتير جدا. طبعا طبعا انا اللي عايز استفيد منك يا باشا. كلمة بعد اذنك، دلوقتي انا مش فاهم حاجة في الليلة السودة دي. جابين لي تلفزيون ابيض واسود، الونه ازاي؟ الونه ازاي يا باشا؟ خلاص خلاص. خد المقاومة دي حطها في تلفزيونك، هيشتغل على طول، مش هيقدر يقاومك. البساطة دي سلمها على بابي. ماشي يا عم، ما اللي ليه ظهر ما يضربش على شاشته. بس يا ولد خليك في حالك.